نحكي عن استعداد الأهالي والطلاب للعام الدراسي الجديد يلي إن شاء الله يا رب يكون عام مليء بالنجاح والتفوق لكل طلابنا. لازم يكون اليوم في تحضير ودعم نفسي ومعنوي لكل الطلاب، ولكن اليوم رح نخصص فئة من الطلاب يلي هنن الأطفال بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي لنعرف كيف اليوم ممكن نشجعهم ونحفزهم على الدراسة. أكيد تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصية التربوية مرح العيسى. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذة. عم نحكي عن موضوع كتير مهم وعم نحكي عن فئة حساسة من الأطفال اليوم. يمكن أنت صعب تتعاملي مع أطفال بداية حياتهم اليوم بدون يدخلوا للروضات، خلينا نعرف كيف ممكن نحن اليوم نهيئهم ونحضرهم تحضير مناسب للروضة. نحن فئة الأطفال هم من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي. تمام. هن فئة تحضيرية بنحضرهم لحتى يفوتوا يدخلوا على المدرسة. فئة الأطفال بتكون قبل سن الدراسة، يعني قبل الصف الأول لخمس سنوات. هي الفئة هي بتكون صعبة شوي، بس بنفس الوقت هي ممتعة، بتحتاج لشوية حب، شوية دفء، شوية أمان لحتى نقدر نواكب الطفل وناخذ بايده للعام الدراسي. تمام، خلينا نخصص ونحكي عن الاهالي. اليوم لهم دور كثير كبير ومسؤوليه كثير كبيره لحتى يحفزوا ويشجعوا هدول الاطفال على الروضه. شو هي الطرق يلي ممكن اليوم الاهالي برايك يتبعوها لحتى فعلا يشجعوا الطفل على الدراسه؟ طبعا الاهل دائما هم لهم الدور الاكبر اضافه لدور الروضه ودور المشرفات. صحيح. الاهل لازم يكونوا مستعدين وعاطين خبرة للطفل، بيلعبوا على الدور النفسي للطفل، يعني بهيئوه، يعني نحن اليوم نحن بدنا ناخذك على الروضة، امشي نروح نشوف الروضة، بنختار القرطاسية سوا، كل هدول العوامل النفسية بتلعب كثير بشخصية الطفل، يعني الطفل إذا كان مهيئ نفسيا وكان هو الأهل مخبرينه محاورينه، الطفل بيجي لعنا بهدوء، بتحسيه إنه هو يعني فايت على الروضة، هو حابب الروضة. أما الأهل اللي مو مهيئين الطفل نفسيا فهذا الطفل كثير بيعذبنا بأول دخوله للروضة. طيب بالنسبة للروضات كيف كمان اليوم تتجهز لحتى تستقبل هدول الأطفال؟ في كثير الروضات اليوم بتلاقيهم بيتبعوا أنشطة كثير عديدة ومسلية ببداية العام الدراسي للأطفال كرمال يمكن هيك يحببون أكثر بالروضة، كرمال يرجعوا ويتعرفوا على رفقاتهم ويحبوا المدرسين. خبرينا أكثر اليوم يعني تجهيزات الروضة قديش بتلعب دور كثير مهم. تمام. تجهيزات الروضة لما بيجي الطفل وبيلاقي شيء ممتع له أو شيء بشده، هو تقريبا يعني بينسى شوي، بينسى البيت، بينسى الأهل. فنحن لازم نلعب على هذا الموضوع. نحن مجهز الروضة بشوية زينة، بألعاب، بوالين، بأشياء ملونة، أشياء بتشد انتباه الطفل عشان هذا الطفل يفوت وهو حابب الروضة. طيب خلينا نحكي، أكيد ببداية العام الدراسي في كتير أطفال يمكن عندها خوف وخجل، رهاب اجتماعي أنه تطلع برا البيت. شو هي أكثر الصعوبات يلي اليوم كمدرسين ممكن تلاحظوا وجودها اليوم عند الأطفال؟ هي أكثر صعوبة هو الانفصال عن الأهل، لأنه هي أول مرة يعتبر الطفل هو منفصل من أهله. هي نسميها مرحلة الفطام الثاني. هي المرحلة بفوت فيها الطفل لمجتمع جديد، لبيئة جديدة، أول مرة بيترك أهله، هو متعود ببيت أهله كل شيء له، الدلال، يعني بياخذ كل شيء، أما هون في بيئة جديدة، في أقران، في تعاون، في عدل بين كل طالب وطالب، فهي الشيء كثير بيعذبنا بشخصية الطفل أول مرة. وحتى كمان يمكن في كثير من الأطفال بتعاني من صعوبات التعلم أو مثل ما بقول اضطراب بالكلام، كيف بنتعامل مع هي الحالة من الأطفال برأيك ضمن الروضة؟ قديش هم يمكن بحاجة لدعم أكثر من أقرانهم؟ هلا
كثير صغير، هذا النجاح يمكن بيكبر معهم، فخبرينا اكثر اليوم كيف ممكن يكون الطفل فعلا هو ناجح من مرحله عمريه صغيره كرمال يكبر ويكبر معه هيدا النجاح. تمام، هلا نحن مثل ما خبرتك بنهيئ الطفل ليفوت للمرحله الاساسيه للصف الاول، فنحن هون بنأسس الطفل، بنأسسه الطفل لازم يطلع من عنا بيقرأ بيكتب بيهجي بينقل من السبورة، بيعرف جميع المبادئ الأساسية باللغة العربية بالرياضيات. الدور الأول والأخير لمشروطة الصف، ما رح أقول الدور الأول والأخير، هو الدور الأول وفي دور للأهل. يعني مشروطة الصف عطت الدرس، تابعت كل طفل، بعدين بس يروح الطفل على البيت لازم يكون في متابعة من الأهل. إذا ما كان في متابعة من الأهل بيكون تحصيل الطفل الدراسي أقل شوي، بس إذا كان في تعاون بين الروضة وبين الإدارة وبين المشرفة وبين الأهل بيكون تحصيله الدراسي ممتاز. طيب اليوم إذا لقيتوا أو لاحظتوا إنه في طفل يمكن بيعاني من مشكلة نفسية ما أو توحد أو انطوائي لحاله، ممكن تتدخلوا اليوم كمدرسين وتعرفوا أكثر عن مشكلة، ممكن تخبروا الأهالي اليوم قد إيه لازم نحن نحط الأهالي بصورة الوضع اللي عم بيصير؟ يعني فعلا ذكرتي إنه في كتير أطفال بيجوا أمهاتهم معهم على الروضات وبيهتموا فيهم، بينما بالمقابل بتلاقي لا في أهالي خلص ما بتهتم لهي التفاصيل، فخبرينا أكثر. يعني في أهل بيحطوا الطالب وخلص تماما بيروحوا، وفي أهل الحمد لله متعاونين متفاعلين، نحن إذا ما حكينا معهم هم بيحكوا معنا. هلا الأهل شوي ما متعاونين متفاعلين نحن بنستدفعهم، نحن بنجيبهم، أي مشكلة بتواجه الطفل نحن بنجيب الأهل بنحاكيهم بنحاورهم، بنحاول نتناقش بنفسية الطفل، شو عم يصير بالبيت لحتى الطفل هون عنا بالروضة هي، فأكيد هو بيكون في خلفية معينة بالبيت لحتى الطفل بيكون عنده صعوبة شوي بالتعامل بين الأقران، فنحن هذا الشيء بنحاول نحله عن طريق التعاون والتحاور مع الأهل. إذا لاحظنا إنه الطفل عنده مشكلة أكبر من هيك فنحن يعني بننصح الأهل إنه ياخذوه لعند أخصائي، أخصائي صعوبات تعلم أو أخصائي بالنفس. تمام أستاذة مرح، كلنا بنعرف إنه الأطفال بعمر كتير صغير بيولدوا يمكن عندهم موهبة معينة بالحياة، إن كانت بالرسم بالموسيقى بأي موهبة ممكن تكون موجودة. طب اليوم ضمن الروضات بيكون في أنشطة أو مسابقات معينة من خلالها أنتم قادرين تكتشفوا هي المواهب عند الأطفال وقادرين تنموها لبعدين، قد إيه مهمة هي التفاصيل؟ طبعا النشاط كتير مهم للطفل، يعني دراسة 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 وتعليم تعليم، وخاصة الطفل بهي المرحلة هو غير قادر على استيعاب فكرة إنه هو موجود بهذا الصف، إنه قاعد بالمقعد بفترة طويلة، فالطفل بمل. فنحن مشان نكسر هذا حاجز الملل نحن دائما بكون كل يوم في عنا نشاط. تمام، النشاط ممكن نعمله بغير الصف، يعني بنعمله بالباحة، بنعمله بصف الألعاب. هو هذا النشاط بحفز الولد أكثر، بنمي قدرات الطفل أكثر، بنمي قدراته الحسية البصرية، بنمي التذكير والذاكرة. نشاطات كتير شيء مهم. هلأ نحن من خلال النشاطات فجأة بيطلع عنا طالب عنده موهبة معينة، حلو، بنفرض الغناء بننمي له اياها فورا، يعني نحن بنجيبهم وبنفرزهم، هذا عنده موهبة بالغناء، هذا عنده موهبة بالرسم، بس طبعا نحن ما بنسألهم هذا الشيء، نحن بنكتشفه من خلال النشاطات، وكل الأطفال اللي عندهم هالمواهب هي بنحاول ننمي لهم اياها، وكمان بنحاول نخبر الأهل بهذا الشيء، لأنه في أهل ما بتعرف شو موهبة طفلة ما أنا مكتشفتها، فنحن بنخبر الأهل إنه كمان ينمو لهم هالمواهب بمراكز خاصة. أكيد يعني كتير مهمة هي النقطة اليوم، نحن نعرف شو في مواهب عند أطفالنا وننميها، ممكن الأهالي ما يكتشفوها بس يمكن وجود الطفل اليوم ضمن الروضة هو فعلا قادر إنه يكتشف هي الموهبة. طب اليوم بسمع لك كتير من الأشخاص صراحة من خلال الروضة بيلجأوا للأنسات الخصوصي، بتلاقي الأم إنه ما لها بروي أبدا إنه هي تعلم طفلها أحرف أرقام، فصحيح اليوم نحن إنه من عمر صغير نعود أطفالنا على الأنسات الخصوصي أم لا؟ خليه بالبداية يخطئ، خليه يتدرب من خلال أهله من خلال أخواته، أم لا نحن نلجأ للأنسات الخصوصي من عمر صغير؟ هلا للصراحة أنا بعمر الروضة كثير ضد الأنسات الخصوصي. تمام، يعني الطفل عم ياخذ الدرس بشكل حلو بشكل كامل بالروضة، عم ياخذه مع مشرفته، بيرجع على البيت شوية متابعة من الأهل، هو الطفل بيكون أموره تمام. يعني هي بالأساس عمر
عمر الروضة مانا هالمعلومات الكم الهائل أو مانا هالمعلومات الصعبة، أي إن قادرة إنه هي يعني تعاون طفلة أو تساعد طفلة بحل الوظيفة. غير هيك ما بتوقع، أنا ضد الأنصات الخصوصي بهي المرحلة العمرية، يعني خاصة الطفل هون نحن بندخله بمتاهة إنه هو متعود على أسلوب أنستو، نحن بنجيب له أسلوب ثاني، كل أنصة عنده أسلوب، فنحن بنجيب له أسلوب ثاني، بتحس الطفل بضيع بتلقي المعلومة، فخلص لا نحن الأفضل إنه نخلي الطفل مع أنصة الروضة فقط متابعة من الأهل. ابدا ابدا ما في داعي للدروس الخصوصي بهي المرحله. تمام، في كثير اطفال يمكن ما بتكمل مرحله الروضه، بنسمع كثير عن اطفال للاسف. قد ايه هي القصه ممكن فعلا اليوم تلعب دور بشخصيه الطفل؟ في اطفال فعلا ممكن دخلت الروضه شهر وتركت، وقفت لاسباب معينه، خلينا نوضح الاثار السلبيه. تمام، نحن كثير بتصير عنا، يعني الطفل هو اول شهر هو غير قادر انه يتفاعل كثير، انه ينسجم كثير، فنحن تقريبا اول شهر بنترك بنستناه بنحاول انه يخليه يتفاعل اكثر، بس الاهل ما بينطروا، يعني انا بكي ابني مره ومرتين وثلاثه انا خفت عليه، انا ما عاد بدي اخذه على الروضه لانه ابني عم يبكي، هذا الشيء كثير غلط، لانه مرحله رياض الاطفال كثير هي مرحله مهمه للدخول الى ما قبل المدرسه. حتى يمكن كمان موضوع التنمر، في حال ممكن الطفل اليوم تعرض للتنمر من خلال رفقات الموجودين بالروضه، ممكن فعلا هو ينفر من الروضه ويقول لك انا ما عاد بدي روح، والاهالي فعلا ما يعرفوا انه هيدا السبب الاساسي اللي خلى انه الطفل ما يروح على الروضه، فقد ايه كمان نحن نعرف نحكي مع الطفل، نسمعه، نقعد معه، نساله شو صار معك بيومك، مين هنن رفقاتك، يعني نتدخل بتفاصيل اكثر. طبعا لازم الاهل بس يطالعوا الطفل من الروضه يعني يتحاوروا معه، من بدايه باب الروضه يعني هن رايحين على البيت هن عم يتمشوا يتحاوروا معه، انه انت شو عملت بالروضه؟ شو حكيت مع رفقاتك؟ مين رفقاتك اللي حبيتهم؟ مين صار عندك رفقات؟ يعني لازم يتوصلوا مع الطفل للشغلات النفسيه اللي عنده، واذا توصلوا معه لشيء ممكن نحن يخبرونا بشيء نحن ما بنخبره جوات الصف، بس اهم شيء لموضوع التنمر هو هذا الدور بيرجع لمشرفة الصف، فالمشرفة لازم تكون مسيطرة على الوضع، لازم تكون سمعانة كل شيء عم ينحكى بالصف، وهي بتعالج أي مشكلة، يعني أي مشكلة بتصير جوات الصف ومن التنمر. طيب شو في لسه مواضيع أو نقاط اليوم بتحبي تركزي عليها ضمن تحضيرات واستعدادات الأهالي اليوم والطلاب للروضة؟ هلا أنا أهم شيء بحب أول شيء إنه يلعبوا على الجانب النفسي، إنه هم يحببوه بالروضة، يعني هم مارقين لو الطريق مو من طريق الروضة، فلا نحن بيميلوا من طريق الروضة إنه هي روضتك، بكرة بتداوم عليها، بكرة بنجي، بكرة بتشوف رفقاتك، يعني هيئوه نفسيا. كمان بياخذوه مثلا انه مشان ينقي هو كرتاسيه، هو بنقي شنطاته اللون اللي بحبه، الرسمه اللي بحبها، بنقي الاقلام، بنقي الدفاتر بايده، يعني هذا الشيء كله بحبب الطفل وبخليه يعني يستنى ايمتى بتجي الروضه. في كثير اطفال اليوم ما بتدرس يمكن الا اذا ما تكافئت من اهلها، بتقول لك انه انا ممكن ادرس ايه بس لا انا بدي مكافاه، بدي هذا التحفيز. تماما هذا التحفيز مو بس للاطفال، تماما التحفيز هذا التحفيز حتى للمراحل العمرية الأكبر. صحيح، يعني حتى نحن كبار لما بتحفز بهدية أو شيء بتحسي إنه عنا أمل. تحفيز إيجابي، بس يمكن طبعاً. اليوم أستاذة مرح يمكن الأوضاع الاقتصادية صعبة، يمكن اليوم أهالي مو قدرتهم دائما على طول يجيبوا لأطفالهم، فممكن يحسوا بالنقص هدول الأطفال، كيف ممكن نحن اليوم نخلي أطفالنا يدرسوا سواء كان في مكافأة أو ما كان في مكافأة، أو ممكن تكون شيء كثير معنوي ومادي بس؟ هلا رح خبرك شيء، يعني نحن بنكافئ الأطفال عنا بنحفزهم كثير شغلات حلوة بتبسط الطفل، وهي ابدا ابدا ماديا ما بتكلم. يعني فرضا انا يا ريتني جايبتها معي، نحن بلشنا بشويه نشاط بسيط لبدايه لاستقبال الاطفال باول يوم، عملنا لهم من ورق ملون، عملنا لهم قلب حب، كتبنا عليه انا مثلا بنرفض باسم الطالب حمزه، انا حمزه احب روضتي، حطينا له اياه بشريطه بنربط له اياها على ايده، كثير رح ينبسط الولد بهذا النشاط، وهو يعني ما بيكون شيء ابدا ابدا، ممكن نحن ثاني يوم نجيب له بالون. اكيد يعني بالختام كثير استمتعنا بوجودك معنا لليوم وكل الحكي اللي قدمتي لنا اياه، كنتي معنا الاختصاصيه التربويه مرح العيسى، شكرا لك واكيد بالتوفيق والنجاح لكل الاطفال.